شهر عاشور ما مثلك شهر بك ظل سجاد دل على انفطر السلام عليكم. صوت المؤذن لصلاة الفجر يرتفع، ولكن هل كان يوقظ من كان مع الحسين عليه السلام؟ وهل النوم كان رفيقا لهم؟ لا نعلم. ومن بعدها خرج الحسين عليه السلام ليقطع مسافة 54 كيلومتر كي يصل منزل سميراء التي دخلها في نهار اليوم نفسه، وبعد قسط سريع من الراحة والسقاية يعود الركب الحسيني المهيب بالمسير، والحسين بسملة ذلك الركب الذي لا ريب فيه، وكفيله العباس وأخوته يسعون ما بين البسملة وآخرها حتى وصلوا منطقة التوز التي تبعد 30 كيلومتر عن منزل السميرة. وحط رحله الإمام عليه السلام عند عيون مائها وقضى ليلته فيها ما بين عياله وأنصاره، علما أن الحسين عليه السلام قبل الخروج من وادي الحاجر كتب إلى سفيره في الكوفة مسلم بن عقيل سلام الله عليه كتابا بنسختين، أرسل نسخة مع قيس بن مسهر الصيداوي الذي جاء بالعديد من الرسائل من أهل الكوفة إلى الحسين، وهو الذي أخبر الإمام عليه السلام أن لك في الكوفة 100,000 سيف فلا تتأخر، وأرسل النسخة الثانية مع عبد الله بن يقطر، وذلك أن الحسين عليه السلام أخذ بكل الاحتمالات لضمان وصول كتابه إلى مسلم عليه السلام حتى إذا أعيق أحدهم وصل الآخر. وبالفعل اعترض الحسين بن نمير رئيس شرطة ابن زياد في مدينة القادسية طريق قيس بن المسهر، ما دعا قيس إلى تمزيق كتاب الإمام الحسين حتى لا يصل إلى يد ابن زياد، وأرسل الحسين بن نمير قيس بن مسهر مخفورا ومقيدا إلى ابن زياد، وخير ابن زياد قيس بن مسهر الصيداوي بين أن يبوح بما في كتاب الإمام الحسين أو يصعد إلى المنبر وينال من الحسين وأبيه سلام الله عليهم، فاختار قيس المنبر، وبعد أن ارتقى المنبر أثنى على الحسين وأبيه عليهما السلام ودعا الناس إلى نصرته، فرماه ابن زياد من على القصر مكتوف الأيدي وقد تكسرت عظامه، فأقبل عليه عبد الملك ابن عمير اللخمي الذي كان قاضيا في الكوفة وذبحه، وقال ما طلبت ذبحه بل أردت أن أريحه. أما الحسين عليه السلام فكان يدعو أهله وأنصاره ليخلدوا إلى الراحة والنوم، فالدرب لا زال طويلا على طريق الرسالة.